السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24 فبراير 2023. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 78 جنيه، سعر كيلو مهات الأبيض 70 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 94 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 99 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 24 جنيه ل 26 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 15 جنيه ل 17 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 7 جنيه ل 9 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 101 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 112 جنيه، كرتونة البيض البلدي 116 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.